بالنسبة للجوائز اللي تم توزيعها النهاردة من اتحاد الكتاب، عايزين نعرف القيمة. احنا طبعا عارفين يعني القيمة هي قيمة معنوية في الأول بس يعني عايزين نعرف برضو الناس يعني كقيمة مادية قيمة الجوائز. قيمة الجوائز 28,000 جنيه لكل جائزة. تمام. في 3 جوائز، جائزة في الشعر وجائزة في السرد وجائزة في النقد. هذا ما يرتبط بجواز التميز. هناك جوائز الاتحاد اللي بيتم تغييرها وفقا للانواع التسعة التي ذكرها القانون وفصلتها اللائحة: الزجل، شعر العامية، شعر الفصحى، الرواية، التراجم، الترجمة، النقد، كتابة السيناريو إلى آخره. فهذه الجوائز قيمة كل جائزة 10,000 جنيه. فضلا عن مجموعة من الجوائز الخاصة، هذه الجوائز الخاصة يمنحها صاحبها في المجال الذي يحدده ويشرف على منحها وتحكيمها اتحاد الكتاب، كجائزة بهاء طاهر وحسن بن داري ويوسف أبو ريا ومحمد سلماوي وعبد الغفار مكي. هناك 5 جوائز خاصة يمنحها الاتحاد وفقا لرغبة أصحابها. وأيضا استحدثنا جائزتين جديدتين، واحدة باسم أحمد شاطر وهو جائزة دولية كبرى. هذا الشاعر الكبير الذي لم ينتبه أحد أو لم من المسؤولين أو لم تنتبه مؤسسة مدمنتي إلى الآن أنه لا توجد جائزة واحدة باسم أحمد شاطر في مصر، وجائزة أخرى للعاميات العربية باسم جائزة فؤاد حداد. الجائزة تمنح، كل جائزة تمنح مزاوجة لمصري ولغير مصري، عربي أو غير عربي. وهي في الحقيقة خطوة مهمة تفضل بها مجلس الإدارة وافقت عليها الجمعية العمومية للأدباء على مستوى المصري والعربي والعالمي. الجوائز زيدت بحوالي 7 جوائز جديدة في هذه الدورة التي يعدها الكثيرون ميلادا جديدا او اول او الميلاد الاول لاتحاد كتابي مصر بمجموع الانجازات والمنجزات التي تمت في السنوات الثلاث الماضيات.